أهلا بكم مشاهدينا الكرام ولقاء جديد في المؤشر النيل الذي نستعرض فيه بالأرقام والتحليل أداء البورصة المصرية والتي ارتفعت أغلبها بشكل طفيف لدى إغلاق تعاملات الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، حيث صعد المؤشر الرئيسي البورصة المصرية إي جي إكس 30 بنسبة 0.6% ليصل لمستوى 8745.16 نقطة. زاد مؤشر إي جي إكس أيضا 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.27% ليصل لمستوى 560.15 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا ليضيف نحو 7% لقيمته لينهي تعاملات عند مستوى 1072.84 نقطة. بينما تراجع مؤشر إي جي إكس 20 محدد الأوزان النسبية بنسبة 0.13% مسجلا 9866.71 نقطة. نتحول لقائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث تتصدر قطاع العقارات قطاعة السوق بنسبة 43.48%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 18.74%، ثم قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 18.69%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 53%. أما بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة بلغت 92.27% من التداولات، واتجه المستثمرون العرب نحو البيع أيضا واستحوذوا على 2.1%، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء وحصلوا على 5.72% من التداولات. يأتي هذا في الوقت الذي مل فيه الأفراد نحو الشراء وحصلوا على نسبة 25.79% من التعاملات، بينما اتجهت المؤسسات نحو البيع وحصلت على 74.20%. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.3 مليار جنيه لينهي تعاملات عند مستوى 497.3 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو مليار جنيه. للمزيد من التفاصيل وللتحليل بما يخص سوق البورصة اليوم ووضع سوق المال يسعدنا أن تنضم لنا الأستاذة رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال. أهلا بك يا أستاذة رانيا. أهلا بك يا أستاذة مجد. اسمح لنا أن نبدأ عملية التحليل ولكن بعد مشاهدة التقرير التالي عن أحوال البورصة اليوم. إلى اللقاء. مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، سجلت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الأحد مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاعات طفيفة، فيما واصلت المؤسسات وصناديق الاستثمار والأفراد المصريين الاتجاه البيعي. وربح رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار جنيه، حيث وصل إلى مستوى 497.3 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو مليار جنيه. النهارده يمكن في اول جلسه من جلسات الاسبوع شايفين ان السمه الرئيسيه على البورصه هي حجم التداول الضعيف، في تباين ضعيف قوي ما بين الارتفاع والانخفاض، يعني شايفين ان في بدايه الجلسه كان في انخفاض ضعيف، النهارده وعلى نهايه الجلسه في انخفاض ضعيف برضو، يعني في ارتفاع ضعيف. المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه اي جي اكس 30 ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 6% مسجلا 8745.16 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنحو 27%، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا ليصعد بنسبة بلغت 7%. المشتري في الغالب اليوم هم الاجانب وبعض المشتريات بنسبه طفيفه جدا للعرب، الباقيون هم المصريون. طبعا شفنا ده بيكون اكيد سنويا بيكون في هذه الاوقات لاغلاق بعض المراكز الماليه او تصفيه بعض الحسابات او تحقيق بعض الارباح على فعليا على الورق، انما بشكل عام طبعا جلسه اليوم وان كانت خضراء في بعض يعني المؤشر لا يزال في المنطقه الخضراء وارتفاع بدرجه اكبر على المؤشر 70 الازمه الصغيره المتوسطه، انما بشكل عام التداول في حاله من الهدوء الشديد جدا. الوسطاء اكدوا ان اداء السوق اتسم بالهدوء والميل إلى الحركة العرضية صاحبها نشاط انتقائي على بعض الأسهم وعمليات جني أرباح على أسهم أخرى في إطار عمليات إعادة الهيكلة للمحافظ المالية وتسويات المراكز المالية مع قرب نهاية العام. من مقر البورصة المصرية، أندرو كامل، النيل. أهلا
اهلا بكم مجددا استاذه رانيا يعقوب، اجدد ترحيبي بك. والسوق اليوم بيغلق على صعود جماعي ومكاسب بنحو 3.3 مليار جنيه رغم ان الارتفاعات تعتبر طفيفه. قراءتك لاداء السوق اليوم؟ يمكن النهاردة لو شلنا صفقة مدينة نصر اللي تمت في بداية الجلسة هنلاحظ أن أحجام التداول يمكن أقل كمان من المعتادة، هتتراوح ما بين 360 مليون جنيه، ده بخلاف الصفقة اللي تمت على أحد الأسهم في بداية الجلسة. فبالتالي أحجام تداول ضعيفة جدا بتتناسب في يعني مع توقيت هذا العام من اقتراب الأعياد، يمكن أغلب المؤسسات الأجنبية في أجازات الكريسماس. بنلاحظ أحجام تداول ضعيفة، ما زال السوق في مرحلة الشد والجذب ما بين البائع والمشتري، خاصة أن احنا عند مستوى يمكن اقتربنا من مناطق 8800، ودي كانت حركة تصحيحية شهدها المؤشر بعد الهبوط العنيف اللي شهده على مدار الأسابيع الماضية. فبالتالي خلينا نقول أن أداء جلسة اليوم بيتسق مع الأربع جلسات الماضية وهو أداء عرضي. مازلنا بنقول أن السوق بيتحرك خلال هذه الفترة أو بنتوقع يتحرك ما بين مستويات 8650 أو 8400 كدعوم، ومناطق 8800 8900 كمقاومات في الفترة دي. البعض بيرى أن صعود اليوم في السوق في حد ذاته هو يعني شيء إيجابي، لأن احنا في فترة اللي بيحصل فيها هو عمليات إعادة هيكلة المحافظ المالية والمراكز المالية نفسها، فيعني ده شيء برضو يعتبر مبشر من وجهة نظرهم اللي أصحاب هذا الاتجاه. شايف أي أستاذ رانيا؟ يعني نحلل النهاردة فئات المستثمرين بصورة بسيطة جدا سريعة. اللي استحوذ على الأداء النهاردة حوالي هم المصريين، كانت المؤسسات بتقوم بالجانب البائع. وخليني اقول ليه المؤسسات بتقوم بالجانب البائع علشان نستبعد نظريه المؤامره اللي بيدعو اليها البعض. في المؤسسات بيبقى عندها استردادات للوثائق، فشيء طبيعي ان هم بيقوموا ببيع اسهم في السوق عشان يلبوا هذا الجانب من الاستردادات، فبالتالي ده بينصب في عمليه تقفيل المؤسسات للسنه الماليه بتاعتها. مش ضغط على السوق زي ما فسر في مرحله من اسبوعين تقريبا. مفيش الكلام ده، خلينا واقعيين. المؤسسات لازم تدير محافظها بصوره يعني عندها قواعد معينه بتدير فيها، بتقع عليها رقابه شديده جدا، ما تقدرش تحول جميع استثماراتها لاسهم، وما تقدرش تحول جميع اسهمها لسيوله مره واحده في السوق ايا كان اتجاه هذه المحافظ. ولكن هي مع تقفيل السنه الماليه ما يطلق عليه الاستردادات من جانب حاملي الوثائق بالنسبه للمؤسسات، فبالتالي بيكون من الطبيعي ان احنا نشوف عمليات بيع لرد هذه الاستردادات. امال ليه بعض الاقتصاديين فسر هذا الاداء بانه نوع من انواع الضغط على السوق وتلاعب من المحافظ الماليه؟ خلينا نقول طيب الضغط حصل في مصر، هل هو حصل في الخليج برضو عندهم مؤسسات بتضغط؟ لا، هو حصل في الخليج مثلا نتيجه حصلت عمليه عشوائيه في البيع من جانب الافراد، من جانب كان في مخاوف كبيره جدا من جانب الافراد ذوي الملاءه الماليه العاليه، من جانب المحافظ ومدير المحافظ. خلينا نستبعد شويه بس المؤسسات ونظرية المؤامرة، فشفنا ضغط كبير على السوق حصل بسبب عدم فهم أو تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصري. ابتدت بقى تختلف الآراء ما بين أن هذه الأزمة أزمة النفط هتكون إيجابية على الاقتصاد المصري أو سلبية، ولكن احنا كنا بننتظر من وزارة المالية أن هي تطلع تقرير مفصل بتأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصري إيجابياته وسلبياته. واتجه بقى ناس كتيره الى التفاسير الغريبه، بعضها بيقول لك هيوفر في الموازنه العامه عشان سعر شراء الوقود من الخارج. هقول لك على وجهه نظر شخصيه، ودي تعتبر اجتهاد شخصي مني انا. الميزانيه لما تم اعدادها بتتم على الاسعار العالميه في ذاك الوقت اللي هي من شهر 6 الماضي لشهر 6 القادم. فبالتالي احنا مقيمين ميزانيتنا على اسعار الوقود اللي هي كانت تقريبا ما يقرب من مناطق ال 95 دولار او 90 دولار لل 100 دولار في هذا التوقيت، وعن طريق عقود معينه احنا ملتزمين بيها. فانخفاض اسعار النفط مش هينصب على الميزانيه في المرحله القريبه دي. من ناحيه اخرى في عندنا الضرائب على شركات البترول. شركات البترول هتعاني، يمكن ده كان بيمثل دخل كبير لمصلحه الضرائب. شركات البترول في الفترة الأخيرة دي هتعاني من خسائر، فإذا كان هيبقى فيه توفير في عجز الميزانية أكيد هيبقى فيه برضو ناحية سلبية من إيرادات القادمة من الضرائب على شركات البترول العاملة في مصر. يعني العملية متوازنة إلى حد ما، لحين ما يصدر تقرير مفصل من وزارة المالية بالأرقام يقول لنا إمتى هنشعر بالعائد من هذه الأزمة أو انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد المصري. طيب إذا كانت العملية بهذا الاتساق نوعا ما في التفسير، ليه المستثمر هنا ما بيركزش على عوامل السوق الأساسية ودايما دائم الربط بالسوق العالمي أو السوق الخليجي؟
مصر مش بتعيش في معزل عن العالم الخارجي. في بعض الـ يعني وجهات النظر اتجهت ان مثلا المؤتمر الاقتصادي الضخم اللي احنا متوقعينه في الفتره القادمه احتمال ان احنا ما نحصلش فيه على ما كنا نتمناه او نسعى اليه مثلا من مساعدات او من دخول استثمارات لمصر. ولكن انا برضو وجهه نظري هتختلف من هذه الناحيه. احنا لازم نفكر باسلوب مختلف. دول الخليج دلوقتي يمكن خطط انفاقها هتبتدي تختلف في الفتره القادمه، هتبتدي تدور على عوائد اعلى على استثماراتها علشان تقدر ان هي تعوض اقتصادياتها عن عمليه او تذبذب اسعار النفط. فهتبتدي تتجه لدول زي مصر عندها فرص فيها استثماريه كبيره، فبالتالي هيبقى العائد على استثمارها اعلى من يعني من مناطق اخرى تاني. فمن وجهه نظري بالعكس، ما يعني المؤتمر اللي احنا منتظرينه اتوقع ان دول الخليج هيكون ليها دورها الفعال والتاثيري، ويمكن هيبقى الدعم اكبر مما يتخيله البعض. عظيم. يعني استاذه رانيا انت بتقدمي قراءه نقول عليها متفائله للفتره القادمه نوعا ما. ليه؟ لان انا كمان هقول لحضرتك على حاجه، انا بتوقع ان الاقتصاد المصري او اداء السوق المصري هيختلف شويه او هينفصل عن اداء بورصات الخليج، خاصه ان احنا عندنا عده بالظبط كده عندنا عده استحقاقات في 2015، ويمكن اهمها في النصف الاول من 2015، منها استحقاق سياسي خلينا نقول اللي هي الانتخابات البرلمانيه واكتمال خارطه الطريق، والدوله هتكتمل بجميع جوانبها، فبالتالي ده بيدي نظرة إيجابية للمؤسسات المالية والعالمية اللي هتدي تقارير إيجابية. احتمال نعاود مرة أخرى رفع تصنيفاتنا اللي هبطناها بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني، فأدي نقطة إيجابية. متوقع أن في الربع الأول من العام القادم يرتفع التصنيف بعد تصنيف ما عملتش الفترة اللي فاتت؟ أتوقع جدا أن كتير من المؤسسات هتتجه لده. إلى جانب عندنا عندنا افتتاح قناة السويس الجديدة، عندنا المؤتمر الاقتصادي الكبير لمصر متوقعه في اول في شهر 3، عندنا عده استحقاقات خليني بتقول بتؤهل السوق المصري والاقتصاد المصري ان هو يعرض فرص الاستثماريه على الاجانب او على المؤسسات العالميه، وبالتالي نشوف دخول سيوله داخل البلد. ده اللي بيخليني يمكن متفائله وبقول ان الاقتصاد المصري وارد ان هو ينفصل في ادائه عن بورصات الخليج او الاداء العام لبورصات الخليج والمشكله الكبيره اللي هي بتعانيها بالنسبه للبترول. ده في حالة التحقق الاقتصادي في الربع الأول من 2015. لو تحقق الاقتصاد المصري اقتصاديا مش هيتنه رهين ذبذبة أسواق الخليجية؟ بالطبع في الأول هنتأثر لغاية ما يحصل انفصال تدريجي، لأن الانفصال ده مش هيحصل بين يعني ليلة وضحاها. أكيد أتوقع أن هو هيكون انفصال تدريجي. هنبص نلاقي لسه، أصل أزمة النفط يا جماعة مش هتنتهي النهاردة ولا بكرة، أزمة النفط لسه تداعياتها مستمرة. في أطراف كتيرة داخل هذه الأزمة، مش بس منظمة الأوبك. منظمة الأوبك يعني يمكن هي بتستحوذ على 30% تلت إنتاج العالم من البترول، ولكن في منتجين آخرين هنشوف تأثرهم. هل هيزودوا إنتاجهم؟ هل هيقللوا إنتاجهم؟ هل هيستغلوا الأسعار دي؟ هل الأسعار النفط؟ فبالتالي يعني هو لسه في قاعدة مش هتنتهي النهاردة في قضية النفط، ولسه ما اكتملتش بالنسبة اللي بيتابع هذه القضية، ومش متوقعة إن هي ينتهي عملية التذبذب القوي قبل النصف الأول من 2015. وأتوقع إن احنا مش هنرجع تاني للأسعار الماضية اللي هي $80 وال$70 بالظبط. اتوقع ان ده في حسابات هذه الدول الان، ان اسعار النفط يمكن تثبت عند مناطق ما بين ال 55 او ال $50 لل $60. هو في بعض الاراء كانت بتقول ان هو لن يقل عن النفط الصخري اللي تكلفه استخراجه وانتاجه بتوصل ل 65، فهو مش هيهبط عن هذه التكلفه. انا اتوقع ان هو هيهبط في البدايه، بس خلينا واقعيين، النفط الصخري لسه مجال جديد قابل، تكلفته عاليه حاليا في عمليه الاستخراج، ولكن من المتوقع خلال الفتره القادمه ان احنا نشوف ثوره في هذا المجال، ونشوف يعني تخفيض للتكاليف انتاجه، ومن المتوقع ان هذا النفط ينخفض تكاليف انتاجه من حوالي من مناطق ال 65 لل $70 ان هي تكسر هذه المنطقه ونشوفه بالقرب من الاسعار الحاليه. وبالتالي فمحتاجين ان الدول المنتجه للبترول تحافظ على اسعار النفط تحت مناطق انتاج النفط الصخري. استاذ رانيا، يعني احنا بتقولي داخلين على عام حسن اقتصاديا نوعا ما، يعني كلامك ده فهمته منه. ده هياخدني التقرير السنوي للبورصه اللي صدر وبيقول انها ربحت 66 مليار جنيه وراس مالها السوقي كسر حاجز نصف تريليون جنيه، مسجل اعلى مستويات من عام 2009. التقرير لما نشوفه كده نقول ان هو محفز جدا، في حين ان هو بيقول لك ان بعض المستثمرين لم يشعروا بتلك المكاسب. ازاي تتسق العبارتين مع بعض؟
ببساطة لأن التقرير بيعتمد على أداء المؤشرات، بيقيس أداء المؤشر، وللأسف المستثمرين مش بيشتغلوا على أسهم المؤشر، هما بيشتغلوا على الأسهم الموجودة في السوق الصغيرة والمتوسطة. أسهم المؤشر واللي بيحركها زي ما احنا كلنا عارفين حوالي 6 أو 7 أسهم ليهم الوزن النسبي الأكبر داخل هذا المؤشر، كان عليهم زخم من الأخبار، يمكن كانوا بيتحركوا وحققوا فعلا أسعار تاريخية، قدروا يحافظوا على مناطق، يعني رغم عمليات الهبوط القوية اللي حصلت في السوق المصري، ولكن قدروا ان هما يتماسكوا في الحركة الارتدادية الأخيرة، وبالتالي ده اللي خلى التقرير بتاع البورصة يخرج بالصورة دي. ولكن بصورة عامة زي ما حضرتك ذكرتي، المستثمر لم هذه العوائد على محافظه، بالعكس في محافظ يمكن انتهت خسرانة بنسب عالية جدا نتيجة ان اغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واللي هي الأسهم البعيدة عن المؤشرات الرئيسية يمكن كانت بتتحرك، ما اتحركتش بنفس قوة الأسهم القيادية، وده اللي احنا كنا بننادي بيه بقالنا فترة ان السوق بيصعد ولكن المستثمر لا يشعر بهذا الصعود وغير راضي عن صعود السوق، احجام التداول ضعيفة، وده ليه عدة اسباب برضو. يمكن لو ذكرنا ايجابيات وسلبيات القرارات اللي تم اتخاذها في البورصة هذه السنة، هنقول النصف الأول من السنة كان نصف إيجابي للغاية. نعم. النصف الثاني وبعد القرار المفاجئ بقرار الضرائب على البورصة كانت أحجام التداول منخفضة، في خروج من جانب المحافظ الكبرى والمؤسسات، وفي عزوف مؤسسي عن الدخول في السوق، يمكن كلها دي كانت عوامل خلت أحجام التداول ضعيفة جدا، خلت إن السيولة اللي موجودة بتتحرك في اتجاهات الأسهم القيادية، وشفنا الأسهم القيادية اللي بتصعد، الأسهم الصغيرة والمتوسطة وهي الأسهم الخاصة بالمستثمرين للأسف كانت السيولة بعيدة عنها تمام البعد، وده اللي سبب حالة عدم الرضا عن أداء السوق، رغم أن في الآخر أن السوق المصري المؤشر محقق عائد حاجة 30%. يعني التقرير في النهاية مرضي كأداء للبورصة؟ مرضي بالنسبة لمن يعملونها في المؤشر، يعني في أسهم المؤشر، وأنا أتوقع أن هو هيكون مرضي بالنسبة للمؤسسات، لأن المؤسسات بتتعامل على أسهم المؤشرات بصورة أكبر، فبالتالي هيكون مرضي ليهم ومرضي لحملة الوثائق بالنسبة للمؤسسات، ولكن غير مرضي بالنسبة لمين؟ للأفراد، لجموع المستثمرين في يعني للجموع بقى اللي هي الجماهير العريضة في البورصة المصرية اللي بتعاني من الخسائر. اللي بتعاني من الخسائر. طيب. لما نقول إن في 9 شركات انضمت لسوق البورصة هذا العام، ده مؤشر بيمثل إيه؟ وهل له مردود في السيولة الداخلة للبورصة بشكل واضح؟ مش للأسف لم ينعكس على السيولة اللي داخل البورصة. زي بقى عندي 9 شركات داخلة جديدة وده خبر مبشر جدا، 9 شركات كم يعني؟ وزي ما يبقاش في تأثيرها في التأثير في السيولة. للأسف لم تجتسب السيولة يعني المرجوة من عمليات الطرح، احنا كنا متوقعين، قلنا السوق متعطش لدخول بضاعة جيدة خاصة بعد خروج البضاعة زي مثلا أوراسكوم إنشاء وصناعة، البنك الأهلي، سوسيتي جنرال، أولمبيك إلكتريك، عندنا مجموعة شركات كبرى خرجت خارج السوق نتيجة عمليات استحواذات، نتيجة عمليات شط، وكنا بنقول السوق المصري متعطش لدخول شركات كبرى. للأسف اللي احنا شايفينه في السوق المصري هي اتجاه بعض الشركات ان هي تقسم الكيانات اللي عندها الكيانات اصغر، مش نطرح شركات جديدة. تم طرح يمكن شركتين جداد بس خلال هذا العام، يمكن على اكتتابات عامة زي شركة سبق للأدوية وشركة العربية للأسمنت، وشفنا حجم تغطية عالي جدا، كنت متوقعة ان احنا نشوف على نهاية هذا العام اكتزاب عدد اكبر من الشركات، ولكن للأسف نتيجة القرارات يمكن اللي اصابت الشركات واصابت ناس كتيرة جدا بالتخوف من طرح اسهمها في البورصة، يمكن شفنا هذه النتيجة لعدم اكتزاب سيولة. نتوقع مع حركة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة ارتفاع التصنيف يمكن لمصر من جانب بالضبط كده، التصنيف الائتماني لمصر، طرح قانون الاستثمار بصوره نهائيه، اللائحه التنفيذيه للضرائب لقانون الضرائب، اتوقع ان ده يمكن هيوضح الرؤيه بالنسبه للمستثمرين وبالنسبه للشركات. اتمنى من البورصه تتجه في الفتره القادمه لعقد مؤتمرات لتوضيح الدور المهم للبورصه المصريه، حتى الان البورصه المصريه لم تقوم بدورها في الاقتصاد المصري. يعني احنا بنتوقع عندنا مشاريع عملاقه للدوله في الفتره القادمه، والدوله عايزه تعتمد على مصادر تمويل، احنا عندنا مصادر تمويل جوه مصر، في فلوس داخل الاقتصاد غير المعلن او غير الرسمي، عايزين نكتسبها بعمليات اكتتابات لتمويل هذه المشاريع، وبالتالي البورصه هنا هتقوم بدورها. فبالتالي احنا محتاجين من البورصه المصريه او اداره البورصه المصريه ان هي تقوم بدورها الترويجي. يعني اداره البورصه المصريه قامت في الفتره القليله الماضيه بعدد كبير جدا من الاجراءات تسهل اجراءات العمل في البورصه، ايه المطلوب منها يا استاذ رني؟ ايه المطلوب تاني بشكل واضح؟ يعني بصي، في رجاء احنا يمكن بنقوله وبنتمنى ان هذا رجاء يصل للمسؤولين في الدولة. احنا مش ضد فكرة الضرائب على البورصة،
بالعكس، بس احنا ضد التوقيت هذه الضريبة. احنا محتاجين ان احنا ندي صورة عامة للإجراءات، وندي صورة عامة ان احنا عندنا اقتصاد مفتوح، وان احنا عايزين الناس تدخل مصر وتشتغل فيها. مش عايزين نحط قيود على الاقتصاد المصري. فمن ضمن الإجراءات او القرارات يعني التي يجب مراجعتها نتيجة او نشوف اثرها السلبية حتى الان على اداء السوق يمكن جدا. اتوقع في حاله تاجيل هذا القرار ان احنا نشوف اثار ايجابيه جدا على اداء السوق المصري في الفتره القادمه. يعني هل هو قرار الضرائب هو اللي ممكن يؤثر بهذا الشكل الكبير في حركه السوق في العام القادم؟ بالطبع. تعالي نشوف قبل شهر 6 قبل اعلان الضريبه، وبعد شهر 6 احجام التداول. قبل شهر 6 كنا بنتكلم ان السوق كان بيقترب من حاجز المليار، وبينافس تقريبا يوميا ما يتعدى المليار وكسور. بعد شهر 6 احجام التداول انخفضت بصوره ملحوظه جدا جدا جدا، لتصل الى 500 و600 مليون جنيه في الجلسه الواحده. كان عندنا اللي هي ضريبه الدمغه، دي كانت حاجه عائد ثابت بيجي لوزاره الماليه، دلوقتي احنا ضحينا بيها في مقابل عائد غير معلوم. لو الناس حققت ارباح هتدفع ضرائب، ما حققتش ارباح مش هتدفع ضرائب. لكن خلينا نقول بقى لما كان عندنا ضريبه الدمغه كانت حاجه مؤكد ان هي بتدخل ضريبه، بتدخل خزانه الدوله. فهنا احنا بنخاطر، احنا دلوقتي عايزين نرفع احكام التداول مره اخرى، عايزين نجذب اموال داخل البورصه، وبالتالي احنا محتاجين ندي اجراءات مطمئنه للمستثمرين. طيب ده بالنسبه لوضعيه البورصه، ما تبقى من العام هو لم يعد فيه شيئا سوى يومين، هل سيستمر فيه الاداء العرضي للبورصه؟ بالطبع، نتيجه احجام التداول الموجوده حاليا، استحواذ الافراد على احجام التداول، ما زلنا بنقول ان السوق هيحافظ على اتجاهه العرضي. مناطق ال 8800 اصبحت منطقه محوريه جدا امام المستثمرين. انا شايفه ان السوق يمكن دلوقتي هيتحرك عند مناطق الضيقه خلال هذا الاسبوع او ما تبقى من هذا العام، من مناطق ال 8650 كدعم، ومناطق 8800. ولكن انا بس عايزه الفت الانتباه ان رغم السيوله الضعيفه اللي موجوده داخل السوق، ولكن احنا شايفينها سيوله بتتجه لاسهم عليها زخم من الاخبار زي قطاع الاتصالات، بعض الاسهم في القطاع العقاري، شركات المواد الغذائيه. شايفين هذه الشركات وهذه القطاعات عليها زخم من الاخبار، شايفين السيوله بتتجه بقوه الى هذه الاسهم. في بداية العام 2015 هل بتتوقعي مفاجآت قوية بالنسبة لسوق البورصة، ولا هيستمر الاتجاه العرضي لفترة ما؟ يمكن اتوقع هتحصل عمليات شراء انتقائي، اتوقع ان احجام السيوله هتبتدي تزيد بصوره تدريجيه، اتوقع ان القطاعات بدايه السنه احجام السيوله هتبتدي تزيد بصوره تدريجيه. ما اتوقعش كسر مناطق تاريخيه خلال شهر يناير، اتوقع ان السوق يمر بمرحله تجميع. مرحله تجميع دي يعني دخول سيوله. بيتفق معها كلمة دخول سيولة، دخول ارتفاع ملحوظ في السيولة أو أحجام التداول داخل السوق المصري. أتوقع أن هي هتتوجه ناحية القطاعات اللي عليها زخم الأخبار اللي كنا بنذكرها دلوقتي زي قطاع الاتصالات، وبعض أسهم القطاع العقاري، عندنا قطاع المواد الغذائية، وبالتالي يبقى السوق مؤهل بقى لاجتياز مناطق مقاومة تاريخية جديدة. نتمنى ده للسوق المصري بالتأكيد، ونتمنى أنه يكون عام حافل بالنشاط الاقتصادي يعني الإيجابي في الفترة القادمة. أستاذة رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، بشكرك دوما على هذا التحليل معنا في مؤشر النيل. شكرا يا فندم. أهلا مشاهدينا، انتظرونا وحلقة جديدة وتحليل جديد لأحوال البورصة المصرية والسوق المصري في مؤشر النيل. شكرا لكم.